النهارده بيمر 3 سنين او اكتر على المحاكمات العسكريه للمدنيين، 3 سنين بثلاث انظمه، ببرلمان منتخب ورئيس منتخب ولجنتين دستور، ولا تزال المحاكمات العسكريه للمدنيين مستمره. 3 سنين وفترتين انتقاليه ومحدش فيهم قرر ان هو يتبنى صوت ضحايا المدنيين، ضحايا المحاكمات العسكريه للمدنيين. محمد ايهاب اللي اتحاكم عسكري وهو عنده 17 سنه وهيقضي في السجن 15 سنة، يا ترى هيكون مكتوب عليه ان هو يخرج من السجن وهو عنده 32 سنة لمجرد ان في لجنتين للدستور ولجان عفو كتير قررت ان هي تتجاهل ان هي تخرجه او تتجاهل ان هو في مدنيين ضحايا المحاكمات العسكرية محدش بيسأل عنهم؟ بعد دستور الإخوان اللي كرس المحاكمات العسكرية للمدنيين لأول مرة في تاريخ مصر تقريبا، جت لجنة الخمسين اللي هي ادعت ان هي مكونة من مجموعة من التيارات الليبرالية اللي بتدعم الحريات، وبعد عدة شهور من مقابلتنا لأعضاء لجنة الخمسين واحد واحد وبعد جلسة استماع احنا اتكلمنا فيها وعرضنا فيها قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين، قرر أعضاء اللجنة ان هم ينصاعوا لرغبات المؤسسة العسكرية وان هم يتبنوا مطالبها. لجنة الخمسين اللي احنا اتظاهرنا قدامها ليلة تصويت على مواد المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتم اعتقال وسحل وضرب معظم أعضاء المجموعة، واللي لحد دلوقتي علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن على ذمة القضية بتاعتها لأكتر من 100 يوم. لجنة الدستور دي ما اكتفتش بس إن هي تكرس الدستور المحاكمات العسكرية للمدنيين اللي وضع أول لبنة فيه هو دستور الإخوان، لكن بعد كده زودت الاختصاصات بتاعت مجلس القضاء العسكري، وسمحت ان مواد القضاء العسكري ان هي تسمح انها وسمحت بمحاكمة المدنيين العاملين في المصانع الحربية، وسمحت ان هي تحاكم الطلاب الاطفال وطلاب المعاهد والمدارس العسكرية، وضمنت لضباط المخابرات العامة حصانة تمنعهم من المحاكمة القضائية قدام القضاء المدني لو عملوا اي انتهاكات ضد المدنيين. وما اكتفتش بكده، عمل يعني خصصت ان اي نزاع يتم جوه اي دور من دور القوات المسلحه سواء النادي او الافراح او محطه البنزين تتحول فيها للقضاء العسكري، وكمان فرضت قيود على حريه الصحافه وعلى حريه تداول المعلومات. وبسبب المواد دي دلوقتي في مجموعه من الصحفيين بيتحكموا الايام دي عسكري قدام المحكمه العسكريه في سين 28. المحاكمات العسكرية لسه مستمرة لحد دلوقتي، ومن عهد الإخوان ووقت مرسي ووقت اللجنة التشريعية اللي رفضت إن هي تتبنى مطالب المجموعة في إن هي تعدل قوانين القضاء العسكري ما توقفتش لحظة. ممكن تكون وترتها خفت من لحظة للتانية، لكن هي ما توقفتش. المحاكمات العسكرية رغم إن الإخوان هم اللي كانوا أقروها، بس هم أكتر ناس لحد دلوقتي هم اللي بيعانوا منها. المحاكمات العسكرية لسه مستمرة في محافظات مصر، في اسكندرية وأسوان والسويس وإسماعيلية وسيناء. المحاكمات العسكرية ما استثنتش أي حد فينا، لا قاضي ولا لعيب كورة ولا صحفي ولا دكتور ولا مشجعين ولا أولتراس ولا طلبة ولا أطفال ولا شيوخ ولا ستات ولا أي حد من الناس دي لحد دلوقتي. ومن 3 سنين احنا لسه مكملين في مطالبنا اللي بتطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين تماما، وبتطالب بوقف اي نظر اي قضايا موجودة قدام القضاء العسكري وتحويلها لقضاء مدني طبيعي. بنطالب بتعديل المادة 204 من الدستور، وبنطالب بتعديل مواد القضاء العسكري اللي بتسمح بمحاكمة القصر والاطفال قدام المحاكم العسكرية. ساعدونا ان احنا نوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.